فيما تتجه كل الأنظار نحو العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، جبهة أخرى لا تقل خطورة عنها تدور شمال قطاع غزة، حيث تشهد جباليا منذ نحو أسبوع معارك شرسة. هذا وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأن القوات التي تعمل في مخيم جباليا تواجه قتالا هو الأعنف منذ اندلاع الحرب، وأضافت أنها تواجه مقاومة كبيرة من الفصائل الفلسطينية، معركة سببت إحراجا للحكومة الإسرائيلية التي قالت مرارا أنها حسمت المواجهة فيما فيها وقضت على كتائب حماس. بدأت إسرائيل عملية جديدة في شمال غزة، وبررت عودة عملياتها في مخيم جباليا بأنها بسبب محاولات حماس استعادة قدراتها العسكرية في جباليا. لمخيم جباليا أهمية بالغة لدى الفلسطينيين باعتباره مركزا حيويا لسكان شمال القطاع أو لدى الفصائل الفلسطينية التي تحتفظ فيه بثقل حيوي. نظريا تقسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قطاع غزة إلى 5 ألوية، يغطي كل لواء إحدى المحافظات بدءا من لواء الشمال ولواء غزة ولواء الوسط ولواء خان يونس ولواء رفح. على الأرض يلاحظ أن مخيم جباليا وحده يحتوي على 3 كتائب من أصل 6 تنشط أو 6 تنشط في لواء الشمال الذي يغطي أراضي محافظة شمال غزة. وهذا ما يفسر فشل الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جباليا أكثر من مرة، لكن إسرائيل دائما ما قالت إنها فككت الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة. ورغم أن الجيش الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على جباليا، إلا أن معركة مستمرة للسيطرة على مخيمه ومحاولة تهجير من تبقى فيه من سكان مستمرة.